امتحان ده ولا ايه؟ مش امتحان، احنا هنحله مع بعض، هنحله مع بعض. اوكي الحمد لله. يعني احنا من 1 هنبص على 9 و 12، احنا اخدنا حاجات في الدي ان اي والار ان اي. يلا ارينا. ايوه لحظة. ايوه احلى. واحنا من 9 صح؟ من 9. From one cell generation to another. هتبقى الـ DNA. روب اللي هي ايه صح؟ نمبر 10. RNA polymers. Number 10 بيقول the product of transcriptions that determine that sequence amino acid in polypeptide chain. نحزة. هو نمبر 12 هتبقى ايه صح؟ نمبر مين؟ 12 بروتين كارز الترانسكريبشنز، اللي بيعمل البروتين كارز اوت هو اللي بينفذ الترانسكريبشن. مين اللي بينفذ كارز اوت؟ معناه ينفذ الترانسكريبشنز. هو اللي بيقول انا اللي هعمل كذا وكذا وكذا، وانا اللي هنفذ لك العمليه كلها. يعني في حد بيدخل كده يعمل بريكنج داون، سوري، الاول واحد بيدخل يعمل بريكنج داون ويكسر الجزئيه دي عشان يعمل منها كوي. مين اللي عمل الكوي ده وبدا يبني النيو ستراند؟ مين اللي بدا يبني النيو ستراند؟ مين؟ كان ال RNA polymerase. طب ما انا قلتها. انت قلتي ايه؟ والله ما سمعتش دي. انا قلت ايه؟ معلش انا اسف. تمام. انا اللي جعانه بقى. ايوه ممكن اقول. طيب حلو. حلو قوي. انا اكتر حاجه بتستفزني في الدرس ده هو الام والسي والار، الحاجات الغريبه اللي جنب الار ان اي. حاضر. هو بصي هما ثلاث اخوات، هما ثلاث اخوات اصلا. الام ار ان اي هو اللي بياخد كوبي ويطلع بيها بره في السيتوبلازم، واللي بيقابلهم الار ار ان اي والتي ار ان اي. التي ار ان اي دايما شايل الامينو اسيد، شايله كده وهو اللي بيوديه. يبقى دي هي هتبقى 10 بتقول الناتج من الترانسكريبشنز، يعني هو ناتج من عمليه النسخ، وهو اللي بيقدر يحدد السيكونس بتاعه الامينو اسيد. يعني انا طالع من النسخ كده، طالع من ازاي؟ انت قلت لي ايه؟ قلت لحضرتك دي سي ما الام ار ان اي. الام ار ان اي مش قلنا ان ده اللي بيعمل بريكنج الاول؟ ايه؟ مش قلنا ان الام ده هو اللي بيبقى ناتج، هو اللي بيكسر الاول؟ لا، اللي بيكسر الاول كان هيليكيز، فاكره؟ كان في الريبليكيشنز كان الهيليكيز بيكسر ده انزيمز، انما الام ار ان اي
بصي الام ار ان ايه بيتبني ازاي، بيدخل الار ان ايه بوليميريز يقعد يبنيه. يعني انا اهو دي ان ايه، هدخل انا هنا للسيكونس ده، ادخل انا ار ان ايه، انا اهو تمام، بنفذ ايه، بقعد ابني واحد ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع، واطلع انتج لك في الاخر الايه، الام ار ان ايه. يبقى الار ان ايه بوليميريز هو اللي بيطلع الام ار ان ايه، هو اللي بينتجه. تمام، يبقى هنا البرودكت اوف ترانسكريبشن، مين اللي ناتج من الترانسكريبشن؟ الام ار ان ايه. طب النيوكليك اسيد ذات بوند تمبرالي with specific amino acid during protein synthesis، هو بيتحد مؤقتا مع الامينو اسيد. لو احنا يبقى عندنا امتحان قريب ان شاء الله، يعني انت انا عايزه اجمع لك كل بقى الريفيجن اللي جابته الميس على الترايلز القديمه كلها، كل اللي احنا اخدناه عايزه احطه في لا انا هقول له حاجات على حاجه، حاجه الميس دي خليها لوحدها وقت الترايل، وقت السمستر بس، واحنا هنمتحن امتحاناتنا العاديه اللي هي الطبيعيه اللي موجوده في الترايلز وكده. مش مشكله، بس احنا لان انا عندي طريقه، لان انا عندي طريقه بذاكر بيها دلوقتي، فانا عايز اشوف هل هي نافعه ولا هل هغيرها واذاكر بطريقه ثانيه. طيب حاضر حاضر. نمبر 11 بيقول نيوكليك اسيد بوند تمبرالي بيتحد مؤقتا مع الامينو اسيد ديورينج بروتين سينثيسيس. الار لما طلع في الفيديو، لو لاحظت الفيديو انا طالع اهو ومعايا رساله، تمام، مين اللي عمل الار ده؟ هو اللي جه هنا واللي جه هنا، بس مين اللي كان جاي والشكل بتاعه عامل كده؟ مش ده كان الامينو اسيد؟ اه، وكان شايل الامينو اسيد وجاي يجري عشان يحطه، يبقى بيتحد مع تيمبرلي هي مؤقتا، يبقى سي ار ان اي. وعلى فكره ده شكله عام، يعني ده الشكل بتاعه العام. ايوه، يعني هو في كل الاورجانيزمز بالمنظر ده اسمه تي ار ان اي، يبقى دي حلوه. تمام تمام، نشوف ريتشنز 13 و16. انت معاكي اشكال حلوه اهي، الشكل الاولاني بيوضح لك ايه، والثاني ايه، والثالث ايه، والرابع، كل واحد يعني كان ايه، كان ليه اشكال عندنا احنا اخدناها. اول حاجه بيقول لي بيلدينج بلوك اوف دي ان اي اور ار ان اي، اور ار ان اي يعني ايه بيلدينج بلوك؟ تبقى بي، برافو عليك، قلتي بي صح؟ ماشي صح. بيلدينج بلوك اوف بروتين ايه؟ لا البروتين ده ما الاقي فيه نيتروجين، ما بلاقيش كده، ما فيش نيتروجين. ايه دي؟ ما فيش نيتروجين، بلاقي فيه نيتروجين، والبروتين البيلدينج يونت بتاعته الامينو اسيد. الامينو اسيد ادي شكله، بصي سي سي او او سي، براف سي ليبيدز. ايه؟ انا ايه لازقه معايا في كل حاجه؟ لا لا مش ايه خالص خالص. يبقى ايه؟ راف كربوهيدرات. ايه برضه؟ لا ايه الايه دي جايبها لك كده استهبال أصلاً. تمام حلو. تعالي نبص على حاجات بس احنا اخدناها. احنا اخدنا جزئية هنا كانت توبك حلوة قوي، بيقول لي خدنا حاجة اسمها ريكم، بقى هفكرك، ها حاجة اسمها ريكومبينيشن. اه كومبينيشن اللي هي ايه ريكومبينيشنز دي؟ ان انا بجيب تو سورسز من تو اورجانيزمز، ودي ان ايه من تو سورسز، واقدر ان انا ايه اربطهم مع بعض.
طب هربطهم مع بعض ايه؟ لازم اقصهم الاول بنفس المقص. هو مين المقص؟ كان الريستركشن انزيمز. حلو، if the diagram، ادي الدياجرام بتاعي اهو، هباف ريبريزنت جين اوف كروموسومز، هو جين من الكروموسومز، which gene would have the highest frequency of recombination between them. طب هيبقى بقى ايه انت بتعمل كده بين مين ومين؟ انت اداك A D وفي B C في النص. يبقى كده الكومبينيشنز الريكومبينيشنز ده بين مين ومين؟ ال A وال D. برافو 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 برافو، جبتيها كده ولا جبتيها فاهمه؟ اوكي تعالي نشوف الترم، لسه ما خدناهوش بس هناخده ان شاء الله. البوبوليوشنز هناخده النهارده البلدوك، السرفايف، المايجريت، الاونيونز، هنا 21. if the carbon atom has 6 بروتون و7 نيوترون و6 الكترون، اسم الكربون اتوم هنا هتبقى ايه؟ بسنت بسنت انت سامعاني؟ ايوه سامع حضرتك كده، معلش الكونكشن عاوزه بالله حبيبي. طيب عشان انا بس حسيت كده ان انت فصلتي فرحت ايه عملت ستوب شيرنج. تمام تمام. هنا بقى مين مين؟ 6 بروتون 7 نيوترون ايزوتوبس. برافو ايزوتوبس. ليه؟ عشان في نيوترونز زياده. نشوف ونجري النهارده ناخد البوبوليوشنز شويه. طيب انا عندي الاثنين والثلاث فاضيين. الاثنين والتلات فاضيين؟ لو ممكن التلات. تمام. ممكن التلات. يلا ناخد ايه؟ 35 سيانو بكتيريا. 35 سيانو بكتيريا. سيانو بكتيريا بلو which is the following that which is the following chlorophyll A chlorophyll يبقى مع chlorine مع chlorophyll ايه طالما green blue green algae يبقى معاها chlorophyll. ميتوكوندريا؟ ايوه ما عندهاش ميتوكوندريا. تمام. طيب ندور على حاجه تاني. بصي بقى exchange of oxygen انت هجاوبيها and the carbon dioxide between blood and air of lungs occur اي جاز عندي بتدخل بتطلع اكتف ترانسبورت. لا مش الاكتف ترانسبورت، عارفه لو الاكتف ترانسبورت يبقى احنا بنتنفس كده هنعمل انرجي، عايزين طاقه. طيب انا عندي جاز في حاجتين، عندي يا اي يا سي. ايه ديفيوجن؟ اي جاز عندي بتنتشر عن طريق الديفيوجن. يلا ادي سؤال حلو اهو وعايزاك تجاوبيه بقى. لحظه عشان السؤال بيحمل بس حمل حاول. ماشي
ده من ار ان اي دي ان اي. تمام حلو. هو بيقول ان دي ان اي بيس سيكونس اوف دايركت سينثيسس ويتش هتبقى بي بيس سيكونس ان ماسنجر ار ان اي هتبقى مين؟ بي بي. برافو شفت يا ميس حتى انا مش مذاكره شفتي اجتهاد. سؤال في الفوتوسنتيز ما بيروحش هدر. ايه حبيبي بقول لحضرتك شرحك ما بيروحش هدر، بس بعد كده اتصدمت لما قلت لي فوتوسنتيز دلوقتي. قلت لي فوتوسنتيز دلوقتي ان نفسي اتسدد خلاص ليه. مش والله هتجاوبيها. بيقول لي كده بس انديكيتور اكتر حاجه هتوضح لي الريت اوف فوتوسنسز، يعني معدل الفوتوسنسز في الجرين بلانتس والريت ويتش هو هيكون ايه بقى. هل هيكون الووتر از بروديوسد الميه اللي تنتج؟ طب انا لما اعرف كده كربون دايوكسيد. برافو. كربون دايوكسيد ايه بقى، جيفن اون ولا كونسيومد؟ كونسيومد. برافو هيك جاوبتيها بطريقه جميله. يلا بقى دي بيقول لي واتش ذا فالون داز نوت كونتين ممبرين ابارت اوف ايت ستراكشر، ما عندهاش ممبرين في الاستراكشر بتاعها. جولجي بودي. جولجي بودي عندها ممبرين. ايه ده ممبرينز؟ اه والله الكروموسوم. برافو ايوه كده شويه. هو الكروموسوم اصلا ما عندوش اي حاجه في اي حاجه يعني. Which is the following is true statements about photosynthesis. برضو هو عايز true about photosynthesis. Wait, it consumes more ATP. لا في photosynthesis ما بيستهلكش ATP كتير. Yeah, it acquired nitrogen gas. إيه؟ نيتروجين؟ هو بيحتاج نيتروجين كم في ATP؟ ركزي بس. هو دايما في البدايه محتاج ان هو يعمل ابسوربشنز للانرجي لان هو بدايته لايت. انا كنت لسه بقول لك ايه، انا كنت لسه بقول لك. يلا نشوف بقى في الجينيتك ودي لعبتك الجينيتك. تو بيرنتس كاري ذا سيم ريسيسيف اليلز اند ذا فيرست فايف تشيلدرن اكزيبت ذا دوميننت فينوتايبس. Probability of the next child will exhibit the excessive phenotypes. يعني هو two parents ومعاهم وهما بيملكوا نفس الصفة المتنحية من الأليبس. وإن هما their first five children معاهم إيه؟ خمس أطفال. Dominant. هما dominant phenotype. الفينوتايب بتاعهم dominant الأطفال دي. احتمالية بقى وجود الطفل الريسيسيف ده هتبقى كام؟ طالما قلت لي هم بيملكوا سيم ريسيسيف اليلز والاطفال اللي جايبينهم دوميننت فينوتايب يبقى هم كانوا هايبرد. يعني مثلا كانوا ايه اقول لك كانوا إيه؟ يعني مثلا كانوا ايه او مثلا مع بي او لما اجي اعملها مثلا انا بجيب مثال عادي ماليش دعوه باي حاجه اقول له ايه بي ده اول طفل عندك وده دوميننت برضو اي او وده دوميننت بي او وده دوميننت فاضل معايا او او هو الريسيسيف. اه يبقى نسبته قد ايه في الجينيريشن كله؟ واحد من اربعه. برافو كوارتر. بس هو هنا قال خمسه اول خمس اطفال وهو بيتكلم عن نيكست جينيريشن اتوقع في الـ في الـ هو بيتكلم. انا بتكلم على يعني انا عملت مثال كده لكن هو فعلا ممكن يخلف ولد تاني عادي يديني نفس الاليلس ده او نفس ده عادي. تمام. اها ستيتمنتس. بصي بقى في حاجه اسمها لينكد جين وفي حاجه اسمها سكس لينكد جين لازم تفرقي بينهم. ايه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ هقول. حلو. السكس لينكد جين دي عباره عن جين مالها محطوطه اهو جين تمام اوكير ان سكس كروموسومز محطوطه على السكس كروموسومز اسمها سكس لينكد جين. دي بتعمل ايه يعني؟ انما فاكره لما كنا بنقول
السكس لينكد جين ان انا ميل تمام بس مش ظاهر عليا مع انا في ميل سوري ميل تمام مع معايا المرة كنا بنطلع كده اكس اتش كابيتال وكنا بنقول اهي دي جاميت سل اتش سمول دي التانية كنا بنقول حلو يلا نطلع الجنريشن بتاعي اكس اكس اتش كابيتال اتش سمول البنت دي شايله المرض زي مامتها اكس واي اتش كابيتال الولد ده سليم 100% وجايب من مامته الكلمه الاتش الكبيره دي جايبها من مامته يلا دي اكس اكس اتش سمول اتش سمول البنت دي مريضه وجايه من باباها اتحطت من باباها ومامتها اكس واي اتش سمول الولد ده مريض وجاي من مامته صح تمام يبقى انت ملاحظه ايه ملاحظه اولا الولاد عندي في نصهم في نص الولاد عندي سلام ونص الولاد ايه مرضى البنات نصهم سلام ونصهم مرضى بس دايما هلاحظ كده لما اجي ابص على السكس لينكد ان دايما هي مرتبطه بالجنس بالجنس يعني مرتبطه بالايه بالجنس الفرد ده هل انت ميل ولا فيميل يعني انا احتماليه ان انا اجيب الاربع اطفال دول وارد بس احتماليه ان انا اجيب الولد ده بس دي حاجة دي حاجة صعبة. دي حاجة واردة عندي لا حاجة واردة يعني فاهمة ممكن اجيبها ممكن احتمالية ان انا ولد مريض يبقى بالمنظر ده فاهماني يبقى السكس لينكد هي عبارة عن كروموسومز بس محمولة على الاكس كروموسومز شايلها الاكس كروموسومز اهي شايفة الواي مش بيشيل تمام سكس لينكد انما اللينكد جين ارتباط الجينات مع بعض ارتباط الجينات ان انا ممكن الاقي الكروموسومز دي بس ادي الكروموسومز اهو شايل الجين ايه وشايل الجين ايه سمول على نفس الكروموسومز يبقى اللينكد جين هقول له ان اللينكد جين دي ار اون ذا سيم كروموسومز هي محطوطه على نفس الكروموسومز اوكي يبقى اختارها ايه بيقول لي بس افرق لو جاب لي 6 لينكد جين هقول له لا دي لينكد جين لينكد جين اوكي اقول لي اون 6 كروموسوم موجوده بس على ال 6 كروموسوم لو جاب كلمه 6 معانا سؤال حلو في الجيناتك سؤال نمبر 45 بيقول ايه بيقول بيرسون بي بلاد ليه ما اقدرش اعمل له ترانسفيوجنز ما اقدرش اعمل له ترانسفيوجنز انت قلتي ايه عشان انتي بوديز سي انتي ايه انتي ايه انتي ايه انتي بوديز ديسترويد انتي بي بتكسر الانتي بي لا استني هتبقى دي استني دي ولا لا هيبقى ترانسفيوز بلاد وات اجيرنيد انا ما اقدرش احول له دم عشان ممكن التحويل ده يعمل له اكيولينيتس معناها تخثر للدم او الدم هيبوظ اوكي استني وليه ما تبقاش ليه ما تبقاش دي طيب ايه انتي جين ديسترويد تايب دي انتي جين طب احنا كنا واخدينها قبل كده نفتكر انا سامعاكي انا بي معايا انتي جين بي انا بي اهو اوكي انا بي معايا انتيجين بي معاكي انتي بادي مين معايا انتي ايه بادي ايه خلاص انتي ايه انا ضد ايه انا معايا ضد ايه انا معايا يبقى انتي معاكي انتيجين ايه انتيجين بي انتيجين
بس معاكي انتي بوديز ايه، انتي بوديز ايه. طب ولو بي ولو ايه يبقى معاها مين؟ يبقى معاها انتيجين ايه بس معاها انتي مين؟ انتي بي صح؟ معاها ضد بي. طيب لو انا حطيت لاي بي، بصي بصي هوديها هتلاقي مين اللي ضد؟ صوت حاجة بيقطع قوي. بي ايه؟ ليه؟ سمعني بس انت؟ يا مش يا حبيبتي انت سمعاني حبيبتي؟ انا كده سامعة حضرتك بس من شوية كنت بجد مش سامعة. طيب معلش، هو النت عندنا جميل يعني، مصر كلها النت حلو قوي. عادي عادي. والله الحمد لله. بصي بقى، يبقى انا ببص على مين، انا مودية مين ومعاه ايه، فهماني؟ يبقى انا هعمل لك اهو. بصي يا حبيبي، انا اتفقت معاكي ان انا جين بي بس معاكي انتي 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 مين؟ معايا انتي ايه؟ خلاص اهو هيحصل ايه كده؟ لو انا بي وعايزه اوديلك ايه؟ لا هيحصل اجلوتينيشنز. ليه؟ هيحصل اجلوتينيشنز عشان انا انتي ايه وانا كايه معايا انتي بي. فما ينفعش اودي بعض. انا لو رحت لك هتعب وهتكسر، وانا لو رحت لك هتعب وهتكسر. طب لو ايه بي هي ما عندهاش انتي خالص نهائي، ما عندهاش لا انتي ايه ولا انتي بي، خلاص ودلها من كل حتة. عشان كده اسمها يونيفرسال ريسيفر. هتودي لها من او هتلاقي عادي ما عندهاش انتي اصلا. هتودي لها من ايه ماشي شغال، هتودي لها من بي يبقى اسمه ايه؟ اسمه مستقبل عام. انتي اسمه ايه؟ يونيفرسال ريسيفر. طب لو او لا، او دي بقى مشكلتها، مشكله هي مش معاها انتيجين بس معاها انتي ايه وانتي تمام. فبالتالي لو انا وديت لها ايه هتزعل، لو انا وديت لها بي هتزعل وتتضايق. يبقى على طول لازم اودي لها من منين؟ من نفسها، من هي ممكن تدي كل الناس اللي ما عندهاش انتيجين، هي تدي كل. عشان كده اسمها انفيرنرز. هو يبقى انا لما ليه بلاد بي ما اقدرش انقول لها دم من تايب بلاد بي، هقول له عشان تفيوز بلاد وات هيحصل له ابلينيت. انما لما اقول له انتي ايه انتي اف بي صح، هيروح بتعمل ديسترويد لانتي بي. تمام فهمتي؟ هي اللي بتعمل ديسترويد. انا كبي انا بيتعمل ديسترويد من انتي بي. تمام، انا كاي بيتعمل لي ديسترويد من انتي اي. هنا بقى سؤال برضو عندنا، يلا فكري فيه بالراحه. في سؤال 46 حلو جدا برضو معانا. لحظه شفت وسط ايه 46. بصي اهو بيقول لي ATP is produced during which the following process. ATP انتجت امتى؟ في الفوتوسينثيز ولا في الايروبيك ولا في الفيرمنتيشنز؟ اولا انا طلعت ATP في الفوتوسينثيز،
وطلعت اي تي بي كانوا 38 اي تي بي كانوا في الايروبيك ريسبيريشنز، وطلعت اي تي بي صغننين كانوا 2 اي تي بي في الفيرمنتيشن، يبقى هم طالعين في الثلاثه، يبقى اختياري هيبقى مين؟ هيبقى ايه بالظبط؟ نشوف بقى بتاعنا اللي احنا شفناه ده. دي سيل وبيسألك عليها single cell organisms. لحظة، لأن البتاع لسه ما جاتش عندي. أيوه. مالها؟ هو بيسألني بيقول لي the movement of ion into and out، يعني حركة الأيونز into or out، إيه؟ into or out. لحظة، هتبقى إيه؟ هتبقى free. برافو 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 برافو. هتبقى دي طبعا هو السيل ميمبرين. بيسالني سؤال تاني بيقول لي which structures absent if they was animal cells، مين الاستراكشرز اللي هيغيب في الانيمال سيلز؟ مش هلاقيه لو هي دي انيمال سيلز، انا مش هلاقيه اهو. فور فور ده ماشي، هو جايب لك اختيار فور، لو جايب لك اختيار فور يبقى كلامك صح، بس هو مش جايب اختيار فور. شفتي؟ هو فور صح على فكرة، بس هو مش جايب. ما انا عارف. تمام. أمال هيبقى إيه؟ أفكرك 7 دي نيوكليوس، النيوكليوس موجودة في الاثنين. 8 دي الفاكيولز، وهو لو جايب اختيار 8 يبقى صح، أصلا بس هي 8 موجودة في الاثنين، 8 موجودة في الاثنين بس هو مش جايب اختيار 8. هو يا 7 يا 6 يا 5 يا 3. بصي انا هقول لك 1 ميتوكوندريا، 2 بي كلوروبلاست اور بلاستيد، كلورو بلاست اور بلاستيد تمام، سي انت حلتيها السيل ميمبرين صح، عشان لو جاب لك اي تغيير تاني. فور سيل وول، قلنا ان السيل وول عباره عن سيلولوز. طيب مين 5 ومين 6؟ تعالي بصي على 6 دي نيوكليوس، النيوكليولس سوري النيوكليولس، هو مشاور لجوه صح، النيوكليولس النيوكليولس ودي النيوكليوس وهنا الفاكيولس. طيب مين 5 ده؟ ده جولجي بادس شكله. باقي مين معانا؟ باقي 5، يلا استنتجيها كده وقولي لي هي مين. 5 الاندوبلازميك ريتيكولام، الاندو بلازميك ريتيكولام الاي ار. انا هتحول من البتاع دي شويه كده معلش.
يلا نشوف بقى. خلاص اختيارنا بقى 2 في ايه؟ في نمبر 52. اختياري كان 2. خلاص اوكي اختيارنا كان 2. اوكي نمبر 53 RNA associated with structure 5 support that. هو فين structure 5 اللي انا قلت عليه؟ endoplasmic reticulum. RNA associated with the structure 5. هو structure 5 ده بيعمل حاجتين بس انت فكرت بيهم، اللي هو الاندوبلازميك ريتيكولم. الاندوبلازميك ريتيكولم لو عملت اتاتش عليها، يعني حد جه عليها كده ولزق فيها، اسمه رايبوزومز. تمام، يبقى بتصنع لي بروتين. بتصنعي لي بروتين توديه فين؟ اوديه اوت سيلز، بره الخليه. تمام، يعني بتصنعي وتصدري. اه طب ولو الريبوزومز ده كان موجود في السيتوبلازم؟ قال لي لا، هصنع لك في السيتوبلازم نفسه. يعني انت تصنيع محلي بقى، بتصنعي لي جوه السيتوبلازم. اه فلما يقول لي RNA انا اعرف ان هو بيعمل سينسز اوف بروتين، وخدناها المحاضره اللي فاتت. اسوسييتد دايما بيبقى مرتبط مع الاستراكشر نمبر 5. ليه؟ لعشان يعمل سينسز اوف بروتين. فين بروتين؟ هنا اهو. السيل كان سينسز سيرتن بروتين، عشان السيل تقدر تصنع بروتين معين. استراكشر 1 اللي هو السيل مين؟ استراكشر 1 كان سيل ايه؟ سيل وول. أول واحد صح؟ ولا لا؟ استنى. ستراكشر 1 كان الميتوكوندريا. الميتوكوندريا. ستراكشر 1 is found in both plant, animal and cell. ليه؟ الميتوكوندريا بتعمل إيه؟ الميتوكوندريا بتعمل حاجة كتير. لا بس هي بتعمل حاجة محددة معينة حلوة وجميلة وبتديني، من غيرها ما اقدرش اتحرك خطوة. لحظة. divide by using centrioles. دي؟ لا. دي بتبقى موجودة في الانيمال سيلز بس، مش موجودة في البلانت سيلز. require energy هي اللي بتديني الطاقة. وهي الهاوسز، هو الهاوسز بتاعتي، بتاعت الهاوس انرجي بتاعت الطاقة. نشوف نحلينا شوية حاجات حلوين كده. كل الحاجات دي لسه ان شاء الله باذن الله هناخدها. الايكولوجي طبعا اي سكشن ده معناه الايكولوجي صح؟ عندك سكشنز ده معناه ايه؟ لا ما اعرفوش. اللي هو الايكولوجي، جزء الايكولوجي. هو بيسالك كله ايكولوجي هنا، مش انتوا اصلا البيولوجي بتاعكم متقسم ل اللي هو المولوكولر بيولوجي والايكولوجي بيولوجي. فاي معناها ايكولوجي. انما هتبصي كل ده، كل دي اسئله عن الايكولوجي. هم حوالي 10 اسئله بتهيألي عن الايكولوجي بس. بعد كده جاب الايه؟ الام سيكشنز. انما الاسئله اللي فوق كلها كانت شامله ايكولوجي ومولوكولر. البروكاريوتس قصده ايه بالبروكاريوتس؟ اند الايوكاريوتس ار بوث كاركترايزد اوف اول ذا فولوينج اكسبت. الاثنين البروكاريوتس والايوكاريوتس. البروكاريوتس دول احنا خدناهم ان هي كائنات بتبقى الدي ان ايه بتاعها مش موجود جوه النيوكليوس، طاير في السيتوبلازم. بروتين مش عارفه البروتين ايه كده. ذا بروتين ايه؟ سنسز. يعني هما الاثنين بيسمعوا لي البروتين سنسز.
تمام. لا هو يعني ده صح ولا غلط؟ استني بس عشان كده تهت. بالراحة كده، وهو بيقول لي، بيسألني بيقول لي ايه، بيقول لي هو في كلهم، بس بيقول لي كده ان البروكاريوتس والايوكاريوتس كاركترايزد، يعني هم متميزين بكل اللي اتي ما عدا، هم عندهم سيل ممبرين هم الاثنين، عندهم سيل ممبرين هم الاثنين، عندهم سيتوبلازم هم الاثنين، عندهم سيتوبلازم هم، عندهم بيعملوا سيل ديفيجن هم الاثنين، بيعملوا سيل ديفيجن هم الاثنين، بيصنعوا البروتين ايوه، بس مش هم الاثنين عندهم ميتوكوندريا، لان البروكاريوتس ما عندهاش اصلا اي مكونات الاورجانيلز اللي عندنا. البروكاريوتس عباره عن سيلز كده تمام، معاها دي ان ايه وبس، وشويه وحاجات كده بسيطه، ما عندهاش اي حاجه تاني، شويه سيتوبلازم كده، ما عندهاش بقى لا ايه لا ميتوكوندريا ولا بلاستيدز ولا جولجي بوديز ولا كل القصه دي. يلا طلعي لي الفانكشنز اوف ميتوزيس، هي ايه وظيفه الميتوزيس؟ Replicate chromosomes. Replicate chromosomes يعني بيعمل نسخ للكروموسومز. نو ميتوزيس ده مش السيلز بتبقى 2n وبتدين half cells have the same number of chromosomes. ميتوزيس نو ميوزيس، ميوزيس half but this the same number. يبقى هي distributes one copy of each chromosome in each new cells، بتاخد نسخة من كل كروموسوم لإيه؟ للنيو سيلز الجديدة. يبقى ده الميتوزيس. لو جاب لي مكان الميتوزيس ميوزيس هقول له الحتة دي half the diploid number. اوكي لو جاب لي هنا مكانها ميوزيس. كده اعتقد ان احنا يعني افتكرنا حاجات، وكل مرة نعمل واحدة كده ترايلز ناخدها. هو السؤال حلو بس عايزاه المرة الجاية عشان تبقى ايه. هو سؤال حلو جدا جدا، هو بيتكلم عن الدي ان ايه والار ان ايه. بص يا ستي، انا معايا دلوقتي بكتيريا اسمها اشيريشيا كولاي، اسمها كده اشيريشيا كولاي، بتطلع انزيم اسمه جالاكتيديز انزيمز. يا جالاكتيديز انت بتسمع تعمل ايه؟ قال لي انا بكسر لك اللاكتوز واحوله لجلوكوز وجالاكتوز، جالاكتوز وجلوكوز. حلو، فانا رحت جبت ده، الاشريشيا كولاي بتقول لي كده ان هي معاها انزيمز والانزيمز اسمه جالاكتيديز انزيمز، وبيكسر اللاكتوز لجالاكتوز وجلوكوز. راحت ال الساينتست بتاعتنا او الانفستيجيتورز بتاعتنا بتقول ايه؟ بتقول ان انا عملت دراسه على decreases، ان انا اقلل in human of this enzyme after removing lactose from the grass. تعالي بالراحه كده، هي عملت ايه؟ هي جابت بكتيريا اشيريشيا كولاي دي وجابتها وحطيتها. على فكره هي موجوده، الاشيريشيا كولاي موجوده في الايه؟ عندنا في السمول انتستين بتاعتنا في الهيومن. تمام، جابت الهيومن ده وراحت قالت انا هشوف الاشيريشيا كولاي دي هتعمل ايه، هضيف لاكتوز. بصي لما ضافت لاكتوز عمل ايه؟ لما ضافت لاكتوز المفروض هيطلع مين؟ الجالاكتيديز ده يطلع 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 ويبقى زي الجرس المقلوب كده، وينزل يكسر المين؟ اللاكتوز، ويحوله الى جلوكوز ومين تاني؟ بلس جالاكتوز. ده النورمال الطبيعي، الشكل الطبيعي بتاعي، شكل الجرس المقلوب ده. راحت ده البكتيريا بتاعتي اللي موجوده جوه جسمي بتعمل كده، النورمال بكتيريا، النورمال سيلز. راحت هي حطت نوع من النيو ميوتنت 1 وميوتنت 2، يعني واحده عملت لها طفره والثانيه برضو عملت لها طفره. بصي ازاي؟ يعني الاثنين دول فيهم ايه؟ فيهم تغيير مش صح، غيرت فيهم حاجه وضافت اللاكتوز. بصي الاولانيه عملت ايه؟
هل كسرت الجلوكوز لجالاكتوز؟ ها هل هي كسرته؟ اهي طافت وهي ما كسرتش حاجه، النوع البكتيريا دي اللي عملت فيها الطفره ما كسرتش اي حاجه. طب والثانيه ما اتحركتش اصلا، لا رفعت ولا زادت ولا مشيت بنفس يعني كاني ما فيش حاجه حصلت. تعالي نشوف الثانيه فيها ايه. بيقول لي the experiment shows that the mutant cells needed lactose to produce. هل الخليه اللي فيها طفره دي احتاجت اللاكتوز عشان تنتج الجالاكتيديز؟ هي يعني mutant cells مره واحده طلعت على طول والثانيه ما طلعتش خالص. النورمال سيل نيدد لاكتوز تو بروديوس جالاكتيدوز، احتاجت اللاكتوز عشان تطلع الانزيمز بتاعها، دي اول خطوه. خلاص انا عرفت كده تمام، يبقى ده اختياري. انما مثلا نمبر تي بكتيريا كان نوت ريسبونس تو زير انفيرمنت، ما قدرتش تستجيب للبيئه، لا واحده استجابت والثانيه لا، مش دي استجابت 1 و2 ما استجابتش. طيب البكتيريا كان نوت جرو وزود لاكتوز، ما قدرتش تنمو من غير اللاكتوز، لا نامت اهي، واحده نامت والثانيه ما طلعتش اي حاجه بس كان نموها عادي، هي ماشيه على طريقها بس ما طلعتليش الانزيمز. خلاص يبقى ده اختياري. الحاجه الثانيه بقى بيسالني بيقول لي منطقيا كده هو ليه، هو بيقول كده which is the following is the most logical explanation، الشرح المنطقي for filler the cells of minute 2 to produce galactidase. بصي بقى ميتنت 2 شايفاها اهي، ميتنت 2 اهي، هي ايه اللي خلاها بصي ما تطلعش الانزيم؟ بيسالني كده، انت تقدري تجاوبي السؤال ده ليه هي مش تعمل كده كل ده؟ هو انا بطلع انزيم انا على ايه؟ وادتني سلاله فيها طفره وغيرت لي في النظام بتاعي خالص، فانا هجيب لك منين المعلومات اللي تديني الانزيمز ده؟ ما عنديش المعلومات دي. يبقى هقول له ذا نيوكليوتايد بيز اهي، النيوكليوتايد بيزز sequence of galactidase is incorrect، مش صح، عشان كده ما طلعتش حاجه، انت عملت لي طفره، انت غيرت لي في الجين نفسه. which is a function to support data، انت استنتجت ايه من الداتا اللي انا اديتها لك دي؟ بيسالني السؤال الحلو ده، انا استنتجت ايه من الداتا دي؟ تفتكري استنتجت ايه؟ لا انا جبت ماشي حاضر انا هقول لك. هي بس سؤال صعب يعني، هو صعب بس حلو. mutant 1 produce galactidase regardless of presence of lactose، ان mutant 1 اللي هي فوق يعني بس انتجت الجالاكتيديز بالنسبه لمين؟ لوجود اللاكتوز، بس قعدت تنتجه على طول وما رضتش تعمل له ايه؟ دي جينيريت، ما كسرتهوش. طيب يبقى اختياري هيبقى تمام. السؤال الاخير عشان هو بيقول لي كده لتحديد ما اذا كان تخليق الجالاكتيديز في الخلايا الطبيعيه يتطلب ام ار ان ايه ماسنجر. تمام هاتي هحط الماسنجر فين؟ يعني انت طالما تخليق الانزيمز ده محتاج ام ار ان ايه، احطه فين؟ احطه امتى؟ قال لي تحطيه بالظبط بالظبط الار ان ايه برودكشنز جاست افتر، بعد ما اللاكتوز از ريموفد، بعد ما ينتهي اللاكتوز اروح حاطه عشان يكون لي ام ار ان ايه. قدرة الإشريشيا كولاي على إنتاج الجالاكتيدوز ability to advantages of إشريشيا كولاي، بيقول لي كده أنت عرفتي منين هي عندها مقدرة على تنظيم الجالاكتيدوز production؟ عرفتي إشريشيا كولاي، أصل في بعض الناس فعلا بتتعب لما لبن فما عندهاش الإيه البكتيريا دي، البكتيريا مش قادرة تعمل، فعلا في ناس أول ما تشرب لبن بتتعب، ما عندهاش البكتيريا بتاعتها ما عندهاش المقدرة على انها تكسر اللاكتوز لمين؟ لجلوكوز وجالاكتوز. اوكي نعمل بقى ستوب شيرينج وناخد درسنا الجميل اللي هنبدأ فيه. انا عارفة ان الدرس جامد وحلو وجميل، احنا لازم ناخده يعني.
لو جبتي ايرور قولي لي عشان هو ايفوليوشنز. اوكي وطبعا في حوالي 10 اسئله على الايفوليوشنز في كل ترايبس فما نضيعهمش. يعني ايفوليوشنز اوكي ايفوليوشنز عباره عن، انا ما بتكلمش هنا على انديفيدوالز يا بسنت معايا حبيبتي بسنت اوكي، مش بتكلم على انديفيدوال، انا بتكلم على حد اسمه تجمعات. صوت حامل تجمعات اوكي. تاني طب نعمل ستوب شيرنج ونرجع. سمعني؟ سمعني؟ سمعني بسنت؟ ايوه كده تمام الحمد لله. بصي بقى البوبليشن عندي يا او الايفوليوشنز عندي معناها ايه او ايه قصتها او انا بتكلم على ايه؟ انا مش بتكلم حتى كاتب هنا اهو الصوت بيروح الصوت بيروح الصوت بيروح. طب انا سامعاكي كويس، هو ايه السبب العيب عند مين؟ انا سامعاكي كويس قوي، انا سامعاكي كويس قوي، انت سامعاني؟ انا سامعاكي كويس قوي، حتى انت بتقولي الصوت بيروح الصوت بيروح. اوكي بسنت ايوه. طب ممكن تخرجي وتدخلي تاني عشان بس نظبط الدنيا، اخرجي اعملي اوت وتدخلي تاني. اوكي بس انت معايا؟ ايوه الحمد لله. احنا نتكلم هنا على الايفوليوشنز. الايفوليوشنز او التطور بتبقى ما بتكلمش على انديفيدوال خالص،
ما بقدرش اتكلم على individual، انا دايما بتكلم على population. قصدك populations دي قصدي تجمعات من اي كائنات حية، اي حاجة. تمام، يبقى الايفوليوشن از تشينج، هو التغير اللي بيحدث في الجين بس مش لانديفيدوال، لبوبوليوشن. انا بكرر تاني، الايفوليوشن هو تشينج ان ذا جين، بيحدث تغير في الجين بس البوبوليوشن، لتجمعات من الناس، تجمعات من الافراد، تجمعات من الكاوز، تجمعات من الدوجز، المهم يبقى بوبوليوشن. طيب عندي نوعين بقى، مايكرو اوفوليوشنز وماكرو اوفوليوشنز. مايكرو اوفوليوشنز وماكرو اوفوليوشنز. طب تعالي نبص بس على البورد كده ونبص عليهم، نشير البورد ونشوف. لا لا هذا عشان اقرا اي توهت كده. في ايه؟ في ايه يا حبيبي؟ في ايه انا توهت؟ هنشير البورد ونشوف. ايه؟ البورد اتشالت عندك؟ بصي، ايه الفرق بين الماكرو والمايكرو؟ المايكرو as the same species، هقول كده ان المايكرو هم نفس الافراد، شايفة؟ يعني هم كلهم دول the same species، ان كلهم dogs، كلهم عندي dogs، كلهم كده dogs، يبقى مايكرو. يبقى المايكرو the same species، هقول كده same species. قصدي ايه species؟ species اللي هي نفس الانواع الموجوده، هي كلهم دوكس، يبقى مايكرو. يبقى حصل تطور في جينز، انت شايفه ده شبه ده شبه ده شبه ده شبه ده، لا يبقى في تطورات حاصله في الجينز بس ذا سيم سبيشيز. انما هنا الماكرو لا، الماكرو مختلف. انا عندي من اول حاجه صغننه بدات تكبر بدات تكبر بدات تكبر، حصل تطور لأفراد different species، different هما مش نفس الأنواع، مش نفس الأنواع، different species مش نفس الأنواع. يبقى فهمت الفرق بين المايكرو والماكرو؟ المايكرو the same species، مايكرو different species، أنواع مختلفة هما اللي حصل فيهم التطور. أوكي، لحد اول جزئيه فيها مشكله؟ تمام، ندخل نعمل ستوب شيرنج ونرجع لكل جزئيه هنوضحها، لان هو جزء جامد وعايز مننا توضيح جزئيه جزئيه. كده انا فهمت المايكرو ريفير تو ذا ايه؟ وان جين بول، وان جين اهو تشينج في الوان جين اوف ايه بوبليوشنز. انما الماكرو ريفيرز تو فورميشن انتري نيو سبيشيز، في سبيشيز جديده هي اللي دخلت. وطبعا لما اجي اتكلم على الايفوليوشنز هتكلم على ايه بوبوليوشنز، مش هتكلم على انديفيدوال خالص خالص، مش هقدر اقول كلمه انديفيدوال. طيب ايه الايفيدنس اوف ايفوليوشنز؟ ايه اللي خلى في ادله على التطور ده؟ يعني انتوا دلوقتي بتقولوا لي في ايفوليوشنز في البوبوليوشنز المعين،
هل في أدلة معاكم على كده؟ قال لي scientists قدروا يوصلوا لبعض. لحظة 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 لحظة. حاضر. بس انت بعد ما اكلتي نمتي إيه؟ صح؟ ايه علاقة ايه علاقة ايه؟ ايه علاقة البابليو ينهاي صح؟ اسمها ايه؟ الايفوليوشن؟ لا غير الايفوليوشن اسمها بابليوشن التجمعات. احنا اتفقنا، احنا قلنا ان الايفوليوشن هو معناه تطور في مجاميع، في جين معين في مجموعات. انت شفتي شكل الدوجز اللي انا كنت عاملاهم لك؟ هل هم شكلهم واحد ولا في حصل ايفوليوشن فيهم؟ حصل ايفوليوشن بس از ذا سيم سبيشيز. طب والناحيه الثانيه كان اسمها ايه بقى؟ از ذا سيم سبيشيز اسمها مايكرو ايفوليوشن. طب ولما يبقى ديفرنت سبيشيز اسمها ماكرو ايفوليوشن. طيب الساينتست قالوا لي اقول ايه تاني؟ لا خلاص تمام. الساينتست عندهم ايفيدنس يعني ادله على الايفوليوشن ده؟ قال لي عندهم ادله على كده. اول دليل عندي حد اسمه فوسيل ريكورد. يعني ايه فوسيل ريكورد؟ السجل الحفري. تخيلي بقى بتوع الجيولوجيا بيمسكوا طبقات الارض يعني كأنهم بيقلبوا صفحات كتاب بالظبط، كأني ماسكة صفحات كتاب وبتقلبيها. فهم بالنسبة لهم طبقات الأرض كده كأنها بتقلب صفحات كتاب، وكل صفحة فيها قصة. بتعرفوها منين؟ بنعرفها من الفوسيلز ريكورد، من السجل الحفري. طيب نشوف الفوسيلز ريكورد بتقول إيه. أول حاجة هتقابلني، هما ست حاجات، أول حاجة هتقابلني الفوسيلز ريكورد. قال لي هم سبيشيز كانوا عايشين عندنا على الأرض، كانوا موجودين يعني، بس للأسف حصل لهم extinct معناها انقراض. طيب هو بيقول لي معلومة 99% of all organisms ever lived in the earth are now extinct. يعني في 99% من الكائنات الحية اللي كانت عايشة على الأرض هي الآن منقرضة. طيب حلو قوي. أول كائنات حية هتقابلني، بس أنت معايا ولا نمتي؟ معي. تمام. أول كائنات حية هتقابلني مين؟ البروكاريوتيك. البروكاريوتيك اللي لسه كنت بقول عليها هي عبارة عن سيلز ومعاها دي إن إيه، ومعها شوية سيتوبلازم، مش معها حاجة تاني، معها شوية سيليا بتتحرك بيهم، معها فلاجيلا ماشية بيها اسمها بروكاريوتيك. أولدست فوسيلز هي أقدم حاجة. تمام. اقدم حاجه اقدم حاجه first organisms to develop on the earth، هي اول حاجه اتخلقت على كوكب الارض اسمها ايه؟ بروكاريوتيك. تمام. طيب حلو قوي، عشان لما يسالني مين الاولدست فوسيلز هقول له البروكاريوتيك. قال لي البلينتولوجيستس اللي هم علماء الحفريات عملوا ايه؟ اكتشفوا حاجة اسمها transitional fossils. تعالي أوريلك شكله. وحد اسمه إيوهوبس. إيو اسمه كده، إيوهوبس اسمه إيوهوبس. أوكي تعالي أوريلك شكله بقى على نعمل stop sharing ونشوف الشيرينج اللي هنعمله على البورد ونشوف الايه الصورة بتاعتنا هنعملها ازاي. وريلك واحد تاني، ما تخضيش منه. ها شكله حلو اهو. ايه هو بقى الهيو هبس؟ عادي
العلماء قالوا ايه بقى؟ قالوا لك الآتي، احنا اكتشفنا حاجة اسمها transitional fossils. قصدك ايه بالtransitional fossils؟ قال لي transitional fossils ان انت معاكي شايفة الجميل ده اسمه لحظة اسم ال قولي انهي واحد؟ ده هورس، ده حصان. انا بتكلم على ده، ده حصان، ده حصان، ده اللي عنده جناحات ده حصان. انما ده لا. لا 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 لا، هقول لك ده مين. ده اسمه ترانزيشنال فوسيلز، حفريه انتقاليه. ازاي؟ هو شيء غريب، هو بصي هو شبه مين يعني، انت تلاقيه ميكس بين مين ومين؟ بصي لي كده وقولي لي. ميكس مثلا ما بين الصقر والفرخه. مش معاه أجنحة؟ تمام. وإيه تاني؟ وفرخة، رجل فرخة. رجل فرخة. والشكل بتاعه صقر. يعني شكله طائر. اسمه اريكوباتريكس، اسمه كده اريكوباتريكس، اسمه كده اريكوباتريكس. يا اريكوباتريكس انت بين مين ومين؟ قال لي والله انت ملاحظه ان ايديه، ايديه دي، دي اللي هي دي شبه البورصه على فكره. تمام. الاريكوباتريكس ده بيبقى والله بيبقى بين الريبتايل، بين الريبتايل، بين الزواحف، وبين البيردس، وبين البيردس. تمام. بين الزواحف وبين البيردس. تمام. هو عامل ميكس بين الاثنين. انا معايا اجنحه زي البيردس، ومعايا رجلين شبه الريبتايلز، ومعايا ديل كده ورا هتلاقيه شبه الريبتايلز. فهو اسمه ايه؟ اسمه اريكوباتريكس. وده تعتبر من الترانزيشنال فوسيلز. الترانزيشنال ايه؟ فوسيلز، الحفريه الانتقاليه. هي من اتنين يعني، هو لا هو عارفين نحطه في الريبتايل ولا عارفين نحطه في البيردس، لان نفس الكاركترستكس بتاعت الريبتايلز ونفس خصائصها ونفس خصائص البيردس. فسميناك ايه؟ في ايه؟ ترانزيشنال فوسيلز. اسمك ايه؟ اسمه اريكوباتريكس. تمام. يبقى دي اول حاجه وضحت لي عملية التطور، أوكي؟ لأن الريبتايلز أقل من البردس، البردس أعلى، أوكي؟ فالريبتايلز أقل منها، فالبردس بتيجي في مرتبة عالية لما ناخدها في التكسانو إن شاء الله. طيب مين تاني؟ قال لي كمان ممكن ألاقي الكلام ده في الهيروكيتوريزمس، اللي هما مين؟ الإيوهيبس. مين الإيوهيبس؟ لما تيجي بس نفتح الصورة الجميلة دي، انت شايفه الايوهيبس الحصان ده هو الانسيستور، هو الجد بتاع الحصان ده، بس حصل له تطور 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 لحد ما يبقى الايوهيبس ده الانسيسترز، اللي هو الجد بتاع مين؟ بتاع الحصان الكبير الايكوس اللي هو الكبير ده. عشان كده انا حصل ايفولوشنز اهو، تطور. تمام. والتطور ده حصل لنفس الايه؟ لنفس النوع بتاع الحصان، بدأ يتطور يكبر. بصي كان ايه وبدأ يكبر. طب عرفت منين ان هو كان كده؟ عرفت من الفوسيلز بتاعته، من الحفرية بتاعته. اوكي. لحظة، يعني الحاجة الصغنطة دي جد الحاجة الكبيرة دي؟ الحاجة الصغنطة دي هي جد الحاجة الكبيرة دي. حصل تطور على مر السنين. ازاي؟ والله بعصور كبيرة، شايفة العصور الكبيرة دي حصل لها لحد ما وصل للتطور ده. اسمه ايه؟ ده اسمه ايوهيبس، انما ده اسمه ايوكس، الحصان الجميل بتاعنا ده. انما الجد بتاعه هو انا الصورة اصلا جاية عندي مدغوشة. وضحت؟ لا. هي والكلام كده كده اللي جواها اصلا مش باين.
طب هو مكتوب بس، هو مش لازم الكلام يبان، هو بس ده اسمه ايه وهيب بس، وهتلاقيه في الكتاب كده، وده اسمه ايه كاس. انا جبت لك بس الصوره الشكل ان هما كان صغنن وكبر. اوكي نرجع لمين؟ للكلام بتاعنا، الكلام الحلو اللي باين وصورتنا الجميله بتاعه البارنس اهو. بيقول لي اهو الاريكوباتراكس اللي انت شفتيه هو يعتبر ترانزيشنال فوسيلز، وهو بيربط بين مين ومين؟ يعني انا بربط لك بين الريبتايلز ومين تاني؟ والبيرفس. لا هم يعني استني بس، يعني هم جوزوا ريبتايل لبيرد مثلا؟ ايه ايه هم ايه هم جوزوا ريبتايل لبيرد؟ لا 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 ما جوزوش. لا هو هو عبارة عن يعني مزيج بين الاثنين، لكن هم ما جوزوش حد لحد. هم لقيوا الفوسيلز بتاعته، لقوا الحفرية بتاعته، هم ما يعرفوهوش، هو أصلا ده مش موجود عندنا ولا شفناه. هم لقيوا الفوسيلز بتاعته بس شكله، وكمان لقيوا شكله مطبوع على الصخور، يعني في صخرة ضغطت على صخرة فالشكل اتطبع عليها، فقالوا لا ده الأريكوباتراكس. طبعا مع تطور التكنولوجي كبير قوي في عالم الحفريات، قدروا ان يجيبوا شكله ان انت معاك اجنحه زي الطيور ومعاك رجلين شبه الزواحف، لكن هم ما يعرفوش، هم ما عملوش ماتنج بين الاثنين ابدا نهائي. هم لقوا ان ده مرحله من مراحل الايه التطور، ان كان في كائن بيربط بين الاثنين، بين الريبتايل والبيردس، كان معاه نفس الكاركترستكس بتاعت الريبتايلز ونفس الكاركترستكس بتاعت الايه البيردز. وكمان لقيوا الحاجه الثانيه اللي هي الايو هيبس اللي بقول لك عليه، وده يعتبر الجلد بتاع الايه بتاع الهورس. الهورس بتاعنا اللي احنا بنشوفه اسمه ايوكاس، لكن الجلد بتاعه اسمه ايو هيبس. اوكي تمام. ايه الحاجه الثانيه اللي ادت ايفيدنس دليل على ان التطور موجود، الايفوليوشنز موجود؟ حاجه اسمها كومباراتيف اناتومي. تمام. وايه الكومباراتيف اناتومي ده؟ قال لي نوعين، نوع اسمه هومولوجيوس ستراكشرز ونوع اسمه انالوجيوس ستراكشرز. تعالي نعرف النوعين ونعرف ايه الدنيا. الهومولوجيس ستراكشرز، انت شايف الوينج بتاع البان؟ لا لحظه عشان ما فهمتش اللي قبليها. ادي الاول دليل كان الفوسيلز اللي احنا شفناها يا بسنت، صح؟ تاني دليل عندي حاجه اسمها كومباراتيف اهي، كومباراتيف اناتومي التشريحي، المقارنه في التشريح، انا بقارن في التشريح بتاعي. عندي نوعين من الكومباراتيف اناتومي، حد اسمه هومولوجيوس ستراكشرز هنعرف هو ايه، وحد اسمه انالوجيوس ستراكشرز. يلا بص على الهومولوجيوس ستراكشرز الاول، بصي لي كده تمام. عايزاكي تبصي كويس قوي، انت شايفة هنا one bone one bone one bone صح؟ هنا هو two bones two bones two bones two bones. لحظة اذا كانت دي واحدة دي two ودي two ودي two. لا ازاي اول واحدة مش two؟ استني طيب ثواني كده بس هرد على حاجه واقول لك. ماشي تمام. هي بس عندي حبيبتي، بصي يا حبيبي
نرجع بس نعمل ستوب شيرينج ونشيره مرة تانية عشان أشوف أنا معايا. بصي يا قلبي، أنت فين اللي أنت شايفاه؟ تو ثواني أهو، فين؟ أنا بقولك هنا one bone، هنا one bone، هنا one bone، صح؟ هنا two أهم، اتنين، وهنا اتنين، وهنا اتنين. إزاي اتنين؟ إزاي اتنين؟ إزاي اتنين؟ two bones يا حبيبي، أدي bone وأدي bone، أدي bone وأدي bone، أدي bone وأدي bone، صح؟ يبقى أول واحدة one bone، نفس الستركشرز هنا number of structure واحدة، والnumber of structures هنا كانوا اتنين، ولو عديتي الزغننين دول هتلاقيهم زيهم هنا تمانية، هنا تمانية، هنا تمانية، هتعدي الصوابع هتلاقيهم 14 14 14. يبقى هنا هنا 1 وهنا برضو 1 وهنا 1، مختلفين عن بعض اصلا، انواع مختلفه، تمام؟ يبقى الانالوجيوس ستراكشرز هم عندنا ذا سيم، هم بيعملوا ايه بقى؟ هم نفس الستراكشر. شو حضرتك بيقطع؟ هم طيب يا حبيبتي، هو الصوت بيقطع، مش عارفه عند مين، بس انا سامعاكي كويس قوي، انا سامعاكي كويس قوي. بس انت معايا؟ ايوه كده معاكي، سامعاني؟ الانالوجيوس ستراكشرز او الانالوجيوس بونز بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن، هو بيقول لي البات وينجز، البات اللي هو الجناح بتاع الخفاش، والفلاي وينجز والجناح بتاع الايه الذبابه، ذا سيم فانكشنز، هما ليهم، لا هما بيطيروا هما الاثنين، بس هما الاستراكشر بتاعهم كمان سيميلاريتي، هما الاثنين بيطيروا، هو ذا سيم فانكشن ذا سيم استراكشر، بس خدي بالك انا بطير بقى، انا كبني ادم بطير، يعني دراعي ده بقدر اطير بيه؟ لا. يبقى هقول الهومولوجيوس هما same structure but different functions. معايا بسنت؟ بسنت وريني بقى الصورة بتاعته، ونبص على التاني برضو نشوف ايه الدنيا معايا. نلغي الايوهيبس والاريكوباتراكس، كومبارتيف اناتومي. انت شايفه ايه يا بسنت؟ شايفه حاجه مغمشه حبتين، مش مهم، بس انت تعرفي ان الاشكال هنا سيم ستراكشرز، هنا كده سيم ستراكشرز بس ديفرنت فانكشنز. هل انا ايدي هقدر، ايدي انا بتطير زي اي ايد واحد تاني؟ لا ما بتطيرش. يبقى هنا هقول سيم ستراكشر بس نفس التركيب، احنا كلنا نفس
نفس البتاع نفس البونس تقريبا تمام، بس عندي different في الايه في الفانكشنز. تعالي الناحيه الثانيه بقى الانالوجيس دي، انت شايفه بقى ان الدولفين مثلا او الشارك ده معاه زعنفه اهي بيجدف بيها، وان ده الطائر ده معاه برضو ممكن يغوص في الميه ويعمل نفس الكلام. الدولفين معاه نفس الزعنفه برضو بيبدل، لكن التركيب بتاعهم مش واحد، هما تركيبهم مختلف. في الانالوجيس بقى هقول له ايه؟ هقول له different structure، هم مختلفين في ال structures but same functions، نفس الوظيفة انتوا بتأدوها برغم اختلافكم في مين في ال structure، same functions. تمام؟ يبقى ايه الفرق بين الهومولوجيوس والانالوجيوس؟ هقول له الهومولوجيوس سيم ستراكشرز ديفرنت فانكشنز، الانالوجيوس ديفرنت ستراكشر بس سيم فانكشن. اوكي نعمل ستوب شيرنج ونرجع لكلامنا كده، احنا فهمنا الجزئيه الثانيه. ادي هنا different structures same structures و different functions و والناحية التانية الانالوجيوس اهو عبارة عن ايه؟ ان الstructures بتاعهم لا مختلف لكن هما بيأدوا the same functions. في vestigial structures structures such as appendix اللي هي اسمها الزايدة الدودية. يا جماعة بصوا يا جماعة، زمان قوي زمان كان البني آدم بيعيش على أوراق الشجر، فكانت الأبندكس دي اللي هي الزايدة الدودية دي كانت كبيرة قوي عنده، عاملة شكل قوي. عارفة أنت لما يقولك الزايدة التهبت أو زي كده، هي كانت كبيرة قوي عنده، وهي موجودة في الأنيمالز عامة، يعني ممكن ألاقيها في أي أنيمالز بتاكل إيه، بتاكل خضار كتير. يعني مثلا ممكن الاقيها في الارانب كتير قوي موجوده وكبيره قوي اللي هي الابندكس دي، لكن احنا كبني ادمين بعد ما بدا يطلع معانا بقى الاكل اللحوم والحاجات دي، فبدات هي تنقرض شويه بشويه. اوكي ماما. الكومباراتيف بايوكيمستري قصده ايه بالكومباراتيف بايوكيمستري؟ الكومباراتيف بايوكيمستري بيقول لي الاورجانيزمز ماله ذات هاف كومن انسيستور، هو معاه جد مشترك يعني جد واحد، هاف كومن بايوكيميكال باثوي وليه نفس الطريقه اللي هيعيش بيها، بس هم مختلفين. هم يعني مثلا هقول لك المامالز، مثلا المامالز اللي هم الثدييات كلهم، الثدييات كلهم جايين منين؟ جايين من انسيستور واحد. اوكي يعني جد واحد، بس مش معنى كده ان انا شبه الفار مثلا، لا هم احنا اختلفنا، بس كان المامالز الجد بتاعنا كان هو ايه، كان حاجه واحده، لكن احنا اختلفنا بعد كده، طريقتنا تركيبنا البايوكيمستري اختلف. اوكي تركيبنا البايوكيمستري. حاضر تعالي نشوف بالراحة كده. الأورجانيزمز ذات هاف كومن أنسيستور يعني معاهم جد مشترك، الجد المشترك ده معاه كومن بايوكيميكال باسوي نفس الطرق. تمام؟ وكل الكلام ده أوكي حلو قوي. جايب لي مثال human and mice، هما الاثنين مصنفين إيه؟ هما الاثنين mammals. mammals يعني الثدييات، يعني إحنا الاثنين من الثدييات. هل مثلا ان الانسيستورز بتاعي الجد بتاعي هو نفس جد الفار؟ هل ده معناه كده بالظبط؟ يبقى في ريليشن في ايه، في ريليشن، في علاقه، بس
في البايوكيميكال، البايوكيميكال ايه باسوي، في الطرق الكيميائيه بتاعت مين، بتاعتنا. يعني انا ممكن اخد الفار اعمل عليه دراسه على دواء معين واقول له تعالى، انا ممكن اعمل على دراسه عليك عن الادويه بس ما اعملش على الانسان، لان الفئران هي نفس طريقه البايوكيميكال بتاعتي. اوكي، ده اسمه كومباراتيف بايوكيميكال. تمام، ده اسمه كومباراتيف بايوكيميكال. فهمتي؟ تمام. ندخل في جزئية تانية اسمها كومباراتيف امبريولوجي. بس هي بس عندي. احنا كلنا ها عندنا في مراحل تكويننا الجنيني كلنا عندنا نفس الشكل. اوريه لك على البورد. كل الكائنات الحية في مراحلها الجنينية عندها نفس الشكل. تعالي نبص عليه كده ونشوف. بصي الشكل ده، دي المراحل الجنينية بتاعت مين؟ بتاعت البني آدمين اهو، هيبقى بيبي في الآخر. بس لو بصيتي كده هتلاقي يعني دي المراحل الجنينية، شايفة ازاي؟ بصي كده في مرحلة من المراحل احنا كلنا متشابهين. شايفة دي؟ شايفة دي؟ شايفة دي؟ شايفة الأشكال مختلفة ازاي؟ برغم ان كل واحد فينا ادانا في الآخر شكل مختلف، كل مرحلة ادتنا شكل مختلف، لكن بصي المرحلة دي شبه دي، شبه دي إلى حد ما. يبقى احنا كلنا في المراحل الجنينية بنبقى شبه بعض قوي، برغم ان احنا كائنات مختلفة وسبيشيز مختلفة لكن كلنا في المراحل الجنينية بنبقى تقريبا شبه بعض كتير. اوكي، يعني السؤال ده ايه علاقته باللي احنا بنتكلم فيه؟ ما ده بيوري لك بقى الدليل على الكومبارت، على الايفوليوشن. كل ده دليل على الايفوليوشن يا حبيبتي. كل اللي احنا بنتكلم فيه ده دليل، انا بجيب لك ادله على ان احنا ما عندنا تطور. يبقى الكومبارتيف امبريولوجي ان احنا عندنا الفيرتبريت امبريو. قصدك ايه بالفيرتبريت امبريو؟ الاجنه من مين؟ من الفقاريات. مالها في مراحل معينه هاف جلبوش، هي عندها خياشيم. تخيلي غطاء خيشومي on the size of threads. يعني ممكن ان انا الاقي الصدر بتاعتها في غطاء في خيشومي. صوت يعني حضرتك بيقطع. والله العظيم انا سمعاكي قوي، انا ما اعرفش في ايه. انا صوت حضرتك بيقطع، دي انا سمعاك كويس قوي. انا مش عارفه بيقطع عندي. طب اعمل ايه؟ سمعني يا دنيا، سمعني سمعني. ايوه كده الصوت طلع. الحمد لله. يبقى انا الكومباراتيف امبريولوجي اللي هو مقارنه الاجنه، ان احنا كلنا عندنا سيميلر، في سيميلر ستيج من الامبريونيك ستيج بتاعتنا عندنا ذا سيم، نفس الحال نفس المراحل بلاقيها في الهيومن، بلاقيها في الفيشز، بلاقيها في الامفيبيانس، بلاقيها في نفس المراحل بلاقيها على طول. اوكي، هو بيقول لي ان في جيل بوشز يعني موجوده في الفيش زيها في الهيومن، بلاقي قناه موجوده استاكيونز تيوبس موجوده بين الميدل اير. يعني في قناه اسمها قناه استاكيوس او استاكيونز تيوبس، قناه كده بين الاير، بين الميدل اير، هي شبه الجلس الموجوده فين؟ الموجوده في الفيشز. سؤال، يعني الدرس ده كله بيتكلم على الايفوليوشن، على التطور، بيتكلم ان احنا كبشر شبه الحيوانات في حاجات معينه. طب ليه مراحل معينه لما نكون اجنه، لما نكون جنين بنبقى شبه بعض فيها؟ اوكي. في حاجة اسمها ايه؟
اسمها المولوكولار بيولوجي. بص بس على نقراها بالراحه. Since all aerobic organisms, بيقول لي كل الكائنات اللي بتتنفس بالهواء contain cells carry out respirations، بتحتوي على خلايا بتعمل التنفس ده، وبتعمل ايه تاني؟ electron transport chain اللي شرحناها في cell respirations. كمان contain necessary polypeptide cytochromes، وكمان لازم تبقى محتاجة للcytochromes دي. يعني كلنا سواء كنا اي كائنات حية موجودة، كل الكائنات الحية الموجودة على كوكب الارض بتعمل القصة دي. الكومبارزونز اوف امينو اسيدز، لما اجي اعمل مقارنة بين الامينو اسيدز والسيتوكرومز دي بتديني انواع مختلفة، افراد مختلفة. هل انا شبه بسنت؟ لا، بس على فكرة نفس الامينو اسيدز اللي كونت بسنت هي كونتني. فعلا، يعني انا لو جيت قلت ان في امينو اسيد اسمها بسنت، وفي امينو اسيد اسمها نجلاء، وفي امينو اسيد اسمها شيماء، وفي امينو اسيد اسمها ساره، تمام. كل الامينو اسيد ده لو جيت رتبتهم بالترتيب ده بي ان اس اتش اس اي هيدوني نجلاء. حلو، يلا نلعب. نلعب في ايه؟ نحط ان الاول ونقول بي ونقول اس اتش ونقول اس اي. انت ليه غيرتي؟ ليه جبتي ان في الاول؟ كده هديكي شكل تاني، هديكي بسنت. طب ما نيجي نغير تاني. انا كنت بكتبي حاجه مش ظاهره عندي اصلا. انا بكتب على انا بكتب على البي دي اف، بوضح بس حاجات. لا هو انا مش عندك الكتابه دي اصلا. اوكي، اعملها لك تحت. طب انت فهمتي الفكره؟ شايفاني انا بكتب ده؟ هو اللي انا فهمته ان لون الايه، ان في حاجات اللي انا فهمته ان الدرس ده كله بيتكلم عن ان احنا شبه حاجات شبه بعضيها كده. وبعدين بس كده كويس قوي. بس ده كده كويس قوي عليا. طيب ممكن اكمل الجزئيه دي؟ ها لو هنكتي قولي لي هنكتي. اكمل. هو الجزئيه دي بقت تسهل الدنيا قوي. طيب حلو، اخر حاجه البيوجرافي. البيوجرافي لا، اللي قبليها اللي قبليها البيو الملوكلر بيولوجي. الملوكلر بيولوجي بلانت. لو انا قلت لك ان احنا الاثنين عندنا نفس الامينو اسيد، برغم كده نفس الامينو اسيد بالظبط، لكن لما اختلف الترتيب واختلف الشكل بتاعهم اديتني بسنت واديتني نجلاء، ايه رايك؟ ماشي. طيب نفس الامينو اسيد موجودين في الشمبانزي، بس ترتيبهم اختلف، فاديني اداني شمبانزي، لكن انا عندي ترتيب تاني فاداني ايه؟ اداني شكلنا احنا. نفس الترتيب ممكن الاقيه في الليفز في الاوراق بالنبات، بس ترتيبهم اختلف فاداني اوراق النبات. اوكي، ده اسمه المولكولار بيولوجي. البيوجيوغرافي، ودي هوريلك فيها حاجه حلوه. احنا كنا ايه زمان؟ زمان كنا لاند ووتر. بس تخيلي بقى، احنا زمان كنا لاند ووتر، يعني يا دوب حته ارض كبيره كده وميه وبس، ما عندناش ايه. فايه اللي حصل؟ هوريكي شكل حلو. البايو جيوغرافي اهو، بصي بقى يا ستي، هو احنا كنا الارض دي وكان الووتر ده اللي لونه ازرق، ده الووتر، والحته الصفرة دي هي الايه، هي الارض بتاعتنا دي، كان اسمها بانجيا.
بانجيا دي كانت قاره كبيره قوي قوي، يعني جزء كبير قوي من اللاند. حلو، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان بعد تطور كبير، وان الكائنات الحيه بدات تتغير، وان ظهرت حياه على كوكب الارض، البانجيا دي تقسمت للقارات بتوعنا، شايفه؟ تقسمت لافريكا واسيا و... طب ولما تقسمت حصل ايه؟ قال لي حصل ايفوليوشن، لما تقسمت عن طريق الجغرافيا، عن طريق التقسيمه الجغرافيه العاديه بتاعتنا بتاعت ربنا، فتقسمت فادتني التطور بتاع الكائنات الحيه. في كائنات بقت تعيش مثلا في القطب الجنوبي، وفي كائنات بقت تعيش في القطب الشمالي، وفي كائنات بقت تعيش في القاره الاستوائيه. فعملت لي البيوجيوغرافي ده، عملت لي التطور ده، في سبيشيز مشيت مع الايكو سيستم بتاعها، مع نظام البيئي بتاعها. اوكي اوكي قلبي الحمد لله. وصلت الغريض فين؟ دي اسمها البايو جيوغرافي. حد هنا وصلنا للست حاجات اللي هو قال عليهم أدلة، وريني قال عليهم أدلة على الايه؟ على التطور. قال على مين؟ قال ست حاجات كده اهم. مين هما؟ الفوسيل ريكورد، الكومباراتيف اناتومي، الكومباراتيف بايو كيمستري، الكومباراتيف بيولوجي، يعني المولكيولار بيولوجي والبايو جيوغرافي. حلو تمام، ندخل في جزئيه ثانيه. اوكي ندخل في جزئيه ثانيه. دلوقتي طب براحتك، لو انت فصلتي قولي لي فصلت، لو ما فصلتيش قولي لي اكمل. طب انا هقول لك الحته دي كبيره ولا ايه؟ لا هي قصه. هو في علماء لما اشتغلوا في الايفوليوشنز كده قالوا يا جماعه في عالم اسمه لامارك، اسمه كده لامارك داروين، اللي في الايفوليوشنز اشتغلوا على التطور ده. طيب يا لامارك انت عملت ايه وداروين؟ قال لي والله انا بصي بقى، لامارك بيقول ايه؟ بيقول ان في نظريه اسمها الاهمال والاستعمال. النظريه اللي جايبها لك على طول في اي تراير تلاقيها الايه؟ يوز اند يوزليس، الاهمال والاستعمال. هو بيقول الجيراف مثلا ليه رقبتها طويله؟ هقول لك القصه من غير ما احكي في اي حاجه. الجيراف دي كانت رقبتها صغننه، وكانت بتقعد تطول كده في رقبتها عشان تحصل اوراق الشجر وتاكلها، يعني كل شويه كده كانت تطول في رقبتها، يعني تمد رقبتها قوي عشان تاكل اوراق الشجر. فمع مرور الزمن وصلت بقى للزرافه بتاعتنا اللي رقبتها طويله قوي. ده لامارك هو اللي قال كده. ايه رايك في كلامه؟ هي قعدت تعمل ستريتش لرقبتها. اول الجد بتاع الزرافه، الانسيستور بتاع الزرافه، كان رقبته صغيره. حلو، فبدات عشان تحصل اوراق الشجر الكبيره هي عايزه تاكل دلوقتي، فبدات تمد رقبتها وتعمل ستريتش لرقبتها لحد ما تحصل اوراق الشجر. فوصلت لرقبتها الطويله، وصلت لنا الزرافه ام رقبه طويله دلوقتي اللي احنا بنشوفها. هل كلامه ده يدخل في عقلنا ان دي تدخل في الوراثه؟ يعني انت دلوقتي حاكم لي موضوع الجيناتك باستعمال رقبتها؟ طب ولو ما استعملتهاش كانت هتفضل صغيره؟ ده هو بيقول لي كده. نظرية اسمها uses and useless، يعني الاهمال والاستعمال. كمان بيقول لي حاجة أسوأ، انت عارفة السناك التعبان، السناك كان معاه ايدين، هو بيقول كده. فلما كان والله هو بيقول كده، فلما كان بيستخبى ويدخل في البحور ويستخبى من أعدائه عشان ما يقتلهوش، راحت ايديه دي اختفت، عشان هو لازم يدخل في الجحور، فبدأ ايه تختفي ايديه عشان بيدخل في الجحور. طبعا كلامه مش منطقي، صح؟
بس دي اسمها لامارك ودي ثيوري نظرية لازم ندرسها. اوكي اوكي تمام. داروين بقى اتكلم على حاجة اسمها الناتشرال سيليكشن، وانا هقولها لك دلوقتي. الانتخاب الطبيعي، داروين قال لا يا جماعة، ده الطبيعة بتنتخب اشياء معينة وكائنات معينة هي اللي ايه، هي اللي بتقدر يعني تعملها. يعني هو بيقول لي كده، داروين بيقول كده. هو اكتر حاجة ان داروين ما قدرش، يعني ما بقاش قادر يشرح عملية ايه مصادر التنوع اللي موجودة في البوبوليوشن، ودي الويكست الجزء الضعيف اللي في ايه اللي في داروين. فداروين قال لا، قال داروين قال في نظرية تانية، الجيراف السيستروجيراف كان الجد بتاعها شورت نيك، كان رقبته قليلة او صغيرة، بس عن طريق اللينس فاريد فروم ريدوال، عن طريق بقى الافراد بدات يحصل ايه، يعني يحصل معايا بقى ايه مع تطور الزمن والافراد بدات تديني الرقبه الطويله دي عن طريق الجيناتيك. اوكي، مش عن طريق ان انا استخدمتها او ما استخدمتهاش. اوكي، عن طريق الجيناتيك. ممكن تكون واحده رقبته صغيره عمل بقى ماتنج مع زرافه رقبتها طويله وهكذا. المهم ان هم كانوا موجودين وحصل معايا التشينج ده. حاجة تاني، البيبرد ماس. البيبرد ماس دول فرشتين كده، هعمل لك عليهم ستوب شيرينج ووريكي بقى ايه قصتهم، ودي اخر حاجة هقولها عشان حاسة انك انت هنكتي. قولي لي لا ما هنكتش يا مس نجلاء، اضحكي عليا. لا ما اقدرش اضحك عليه ده، ما اقدرش الا دي، لازم اقول لك الصراحة. فين فراشاتي؟ فراشاتي اهو. بس اقول لك قصتهم حلوة قوي. انت شايفة واحدة سودة وواحدة بيضة صح؟ كان في حاجة اسمها الثورة الصناعية في زمان قبل ظهور الفحم، وما كانش فيه ثورة صناعية والكلام ده. كانت الفراشات السودة دي مش موجودة، وكان أي حد يشوف فراشة سودة تبان ليه وراح قتلها، يعني كان بتبان لأعدائها. والفراشات البيضة دي كانت هي اللي هي موجودة، وإني طبعا ما فيش يعني بتقف على الأسطح ما تبانش، فمش باينة لأعدائها. فلما حصلت الثورة الصناعية وبدأت تعمل الفحم يجي على السطح، فالفحم لونه ايه؟ اسود. فمين اللي استخبى؟ اللي لونها اسود. فبدات هي اللي تعيش اكتر، وهي اللي ايه البيضه، هي اللي ان البيضه اول ما بتقف على المكان الاسود بتظهر لاعدائها يروحوا واكلينها. فسماها حاجه اسمها selection او natural selections، الانتخاب الطبيعي. الطبيعه هي اللي انتخبت الايه الفراشات دي. اوكي ماشي. يبقى مع ظهور، قبل ظهور الثروه الصناعيه، الثوره الصناعيه هي اللي كانت ظاهره وعايشه، والدارك هي اللي كانت بتموت وخلاص وبتموت وبتظهر لأعدائها. بعد الثورة الصناعية، بعد ما عملوا عملية الفحم بقى والناس ومصانع والفحم يترسب على الأسطح، فبدأت تختفي الفراشات البيضة لأنها بدأت تظهر لأعدائها فبيأكلوها، وبدأت تنتخب الطبيعة الفراشات السوداء أنها تعيش معها. فهمتيها؟ أوكي بسنت ايوه بس. اوكي، هاو ذا بيبر موث تشينج فروم لايت تو دارك، ازاي تحورت من اللايت تو دارك، هيقولها لك في كل القصه الجميله دي. اقف لغايه هنا. اوكي حاضر. طب ممكن نقف للتايب اوف ناتشورال سيليكشن دي بس،
واقول لك الجزئيه بتاعت مين، بتاعت الريزيستنس، الدراج ريزيستنس. وانا لو كنت تعبانه دلوقتي ورحت اخدت انتي بوديز على طول، مضاد حيوي، تمام، فبيحصل ايه عندي؟ البكتيريا ساعات كتيره تروح تعمل ايه، تقول لي لا ما انا ممكن احور نفسي ضد الانتي بوديز ده وايه واعمل ريزيستنس ليها. معقوله؟ اعمل ميوتيشنز، تمام، واتحور ضد الانتي بوديز اللي انت حطيتيه ده واعمل ريزيستنس واعيش برده، واهاجمك مره تانية واعيش برده عادي، مفيش مشكله، مش هتموتيني. ممكن تعمل كده، الدروك ريزيستنس اسمها كده. بيقول لي روح لو فاكسينز، ان الفاكسينز او اللقاح بتاع الانفلونزا must be developed every year، لازم ان انا اطوره كل سنه، because influenza viruses evolve so rapidly، لان هو بيتغير بسرعه. وخدي بالك، وده سؤال كان جاي من ضمن الاسئله، هل الايفوليوشنز بيتحرك ببطء ولا بيتحرك بسرعه؟ هقول له في ايفوليوشنز بيتحرك بسرعه، اللي هم مين؟ اللي هم الدراج ريزيستنس، ضد الايه، ضد الادويه. يعني كل سنه المفروض ان انا اغير في الفاكسينز بتاع مين، بتاع الانفلونزا. ليه؟ لان فيروس الانفلونزا كل مره بيحور نفسه ويطور نفسه عشان خاطر يبقى مقاوم للعلاج اللي انا جبته له ده، عشان يقدر يعيش. دلوقتي كورونا فيروسز، يعني كورونا فيروس كان الاول بيصيب البني ادمين والناس بتموت، ولما عملوا له بقى الفاكسين واخدناه كلنا، تمام، دلوقتي بيجينا بس بشكل متحور. وحتى بيقولوا المتحور ايه، المتحور الجديد بدا يعمل حاجات تانية، فلازم احنا نطور من الفاكسين زي ما هو بيطور من ايه، من نفسه. اوكي، بس كده. اوكي حبيبي، لحد هنا ستوب، وان شاء الله تايب اوف نيتشرال سيليكشنز ناخدها المره الجايه. حاضر، اوكي، المره الجايه ان شاء الله الثلاث باذن الله. بس انا معايا ولا نمتي يا ماما؟ ايوه يا حضرتك. طب الحمد لله. طيب خلاص كده ستوب، هنراجع الجزئيه دي حته حته، والمره الجايه برضو هناخد ترايل من الترايلز الموجوده، نعرف فيها شويه حاجات، ونكون كمان ذاكرنا الجزء ده عشان لو في سؤال من الترايلز موجود في الجزء ده نجاوبه، اوكي، وناخد امتحان حلو كده. يعني ان شاء الله بعد المره الجايه هيكون في امتحان ان شاء الله. تمام، ايش حاجه، سلمي لي على ماما. شكرا، ماشي، اوكي.